السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل إخواتي حبايبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا. أخباركم إيه أمارات؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا. لايك بالله عليكي لو أنتِ أول مرة تشوفينا أو لو شايفانا قبل كده، لايكات وتعليقات وشهيصينا. النهاردة هنتكلم عن وصفة حلوة جدا عشان الشعر الزائد. لو أنتِ أول مرة تشوفينا هتلاقينا عاملين ملف كبير كده ومقلبص لإزالة الشعر الزائد، قايلين حاجات إنك أنتِ تستخدميها تشيل الشعر من جذوره، او لو انت مش بتحبي تشيليه من جدره مفيش مشكله، برضو هتلاقي وصفات قايلين على اسم كريم الصيدليه كان مخدر تستخدميه قبل ازاله الشعر من الاماكن الحساسه، قايلين على سبريم الصيدليه ترشيه على جسمك ربع ساعه وتدخلي تاخدي الشاور هتلاقي كل الشعر نزل، وحاجات حلوه كتير في الملف ده. فلو انت عاوزاه اكتبي لي ابعتي لي يا رشا ملف الشعر الزائد. علاوه ان انت عندك ملف يا غاليه اسمه ملف تحضير البيت، في مخمريات ازاي تعملي المخمريه في البيت، ازاي تعملي مسك الطهاره، ازاي تعطري الملابس، ازاي تعطري الدواليب، ازاي تعطري الشقه، كل ده هتلاقيه في الملف ده. فلو انت عاوزاه اكتبي لي ابعت لك ملف تقطير البيت. هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحط اللايك غير اللايك الاولاني. لايك غير اللايك الاولاني وتعليق غير التعليق الاولاني، ونتكلم في الفيديو بتاع النهارده. اتكلمنا كتير في الفتره اللي فاتت عن الشعر الزائد، وقلنا ان هو مشكله بتواجهنا يعني من صغيرنا لكبرنا. دلوقتي ما شاء الله تلاقي بنوته 10 سنين وتلاقي في التعليقات عايزه ازاله شعر، حاجه تكون كويسه، حاجه ما تقلبش معاها بجلد وزه، حاجه ما تقلبش معاها بهبول. بلس ان في شريحه كده مننا زي ما قلت لكم قبل كده بيكون عندهم مشاكل في الهرمونات، زي مثلا زياده هرمون الذكوره، او مثلا بيبقى ناس عندها تكيس في المبيض، فبص تلاقي ان عندهم موضوع الشعر الزائد ده بزياده، بيبقى حرفيا الشعره تحسها تقيله كده زي دق زي الشعر اللي بيبقى في دقن الراجل، فتلاقي طالع لك في منطقه الدقن كده شعر تقيل، او طالع لك في منطقه الوجه برده شعر تقيل. فبيبقى البديل قدامك لا تعملي ليزر، وطبعا مكلف وغالي وموال كده. النهارده هقول لك على حته وصفه تحفه حرفيا نتيجتها رهيبه. اول حاجه هنعوزها في الوصفه دي اي طبق عندك او اي بطرمان. تاني مكون الا وهو الفازلين. الفازلين طريقته سهله جدا، اسهل مما يكون، بتشتريه من اي صيدليه او بتشتريه من اي عطار بيبيعه برضو، او ان حضرتك بتعمليه في البيت. عاملينه في البيت هنا باربع طرق تقريبا، تمام، ولسه قريب عاملينه بزيت الموز، كان فازلين رهيب كده. الناس اللي هي عشاق زيت الموز اين انتم؟ كنا عاملين مع بعض قريب فازلين منه للبشره وللشعر، حاجه كده رهيبه، وعملنا منه كريم تفتيح. اللي عاوزه الفيديو ده تبعت لها ملف الموز علشان خاطر تشوف الفازلين بتاع الموز، او تبعت لي ابعت لها ملف البشره هتلاقي فيه اربع طرق ليه عمل الفازلين، وازاي تعملي فازلين ابيض كده بالمنظر ده، ازاي تعملي فازلين ريحته حلوه، كل ده هتلاقيه في ملف البشره، تمام. هاخد منه هنا كده بمقدار نص معلقه او معلقه على حسب بقى جسمك او الاماكن اللي انت عايزه تشيلي منها الشعر، تمام كده يا غاليه؟ تمام كده. الفازلين من الحاجات الحلوه جدا اصلا اللي بترطب معاكي البشره. الناس اللي هي مثلا بعد ما بتعمل ازاله للشعر فتلاقيها عماله تهرش جدا في المكان اللي هو بيقلب معاها زي بحكه كده، فتقعد تهرش تهرش، فتبص تلاقيه قلب بحبوب، تبص تلاقيه قلب بجلد الوزه، قلب بشعر تحت الجلد. فحضرتك معلقه الفازلين دي حلوه ان هي هترطب معانا المكان. تاني مكون معانا وما تندهشيش وما تستغربيش يا غاليه، الا وهو اللي هو اكياس ملح الطعام. ملح الطعام هنا ضروري جدا جدا، ملح الطعام اهو، تمام. هاخد منه كده في حدود معلقه. نزلي يا عم. استنى استنى واحده. او كده يا نور عيني، بس عايزه شويه كمان. اوبا تمام كده معلقه، ووقع حبه هنا كمان يعني معلقه كده. استني الاهم من الشغل ضبط الشغل. معلقه كده بنت ناس، تمام تمام. بيبقى قدامك اختيارين، لا اما حضرتك بتقلبي هنا كويس، او ان حضرتك بتاخديه ترفعيه على حمام بخار، او بتحطيه على البوتاجاز وتوطي قوي جدا، هتلاقي ده زي ساح معاكي كده فاندمج مع الزيت. فلو انت تعرفي كده في الخطوه اللي انا بعملها اهو، تقلبي كده قوي جدا، او انك انت ترفعيه على حمام بخار زي ما قلت لك او حمام زيت عادي مفيش مشكله. كده كده يعني هو سهل، فما اظنش برده ان هو محتاج منك فرهده انك تاخديه ترفعيه على حمام بخار او كده، لا هو هيندمج بسهوله، تمام. هدخله فيه كده بحيث انا عاوزاه يبقى اهو. برافو يا رشا، شجعوني يا جماعه. شجعوها يا جماعه. وهنا هقول لك يا قلبي انا حاطه معلقه الملح دي ليه، اهو
اللي هو كده مية مية، هو مش محتاج بقى انك انت ترفعي على حمام بخار وتفرهدي نفسك، يعني اللي هو بقت ايه زي شكلها كده كريمي اهو يا غالي، كأنه بالظبط كريم. تمام. طيب انا بقى عاوزه اعرف هو انا ليه اصلا حاطه هنا معلقه الملح يا رشا، يعني معلقه الملح هنا بتلعب دور ايه؟ بص يا نور عيني، الملح هنا علشان زي بقتل بيه كده البصيله بتاعه الشعر، ان هو الناس اللي هي على طول عندها مثلا شعر زائد تمام، او اي حد حرفيا كبير صغير عنده شعر، فانا عايزه ان انا مش هقعد كل يوم اعمل سويد، ان انا مش هقعد كل يوم اشيل الشعر، لا ده انا عاوزه حرفيا اسد بصيلات الشعر. والله العظيم اقسم بالله انا عايزه اقول لك ان الملح ده عن تجربه، وكمان ايه ده ما كانش ملح بفازلين، ده كان ملح لوحده، يعني اللي انا كنت بجيب ايه غطا ميه كده بس يا لوجي، غطا ميه كده تمام، وبحط فيه شويه ملح واقلب فيبقى مركز قوي، وكنت استخدمه كده مثلا بعد ما اعمل ايدي اعمل وشي كده، والله العظيم كان بتبقى نتيجته هايله تمام. فتيجي واحد تقول لي لا ملح ايه ده، الملح ممكن يلهب لي وشي. حبيبتي ده الملح اصلا المشكله ان في ناس عندها فكره وحشه جدا عن الملح، الملح يا غاليه لما انت بتخلعي ضرسك اصلا وبيبقى بقك كله ملتهب وكده، ده الدكتور بيقول لك اتمضمضي بميه بملح عشان تلم الالتهابات شويه، لما بيكون عندك التهاب في الحلق بيقول لك اتمضمضي بميه بملح. ساعات ناس بيقولوا لها بيبقى تشطيف من تحت كده لما يكون في التهابات او حاجه بيبقى برضو ميه بملح، فالناس عندها معتقدات. دكتور هاني الناظر ربنا يديله الصحه يا رب، لما جه اتكلم عن حب الشباب من ضمن الحاجات بتاعت حب الشباب غسول بالملح، قال لك نسبه معينه ملح ونسبه معينه ميه تشطفي بيها وشك، فمن الحاجات الحلوه جدا اللي هي بتهدي. لان انا مثلا دلوقتي انا عارفه ان في مثلا شريحه من اللي قاعده تتفرج عليا ايه ده ملح يا نهار ابيض ده هيلهب لنا جسمنا، لا لا خالص، واصل فعلا حرفيا للناس معلومات غلط عن الملح. فالملح من الحاجات اللطيفه اللي هتسد معايا بصيلات الشعر، فبالتالي انا مش بعد كده يعني مش هيطلع لك شعر، يعني بقول لك والله العظيم اقسم بالله انا جيت جربتها تمام، وكانت على منطقه يعني كده معينه، واللي انا اخد ميه بملح كده بس كده واجرب، والله العظيم اللي هو لا ايه ده، ده اللي هو الشعر حرفيا والله العظيم بقى زي شعر بيبي، عارفه اللي هو ايه ده خفيف جدا، ده ممتاز. بس ما تضحكش عليكي ما جيتش بقى ما كملتش بقى فرحت بسرعه فما كملتش، اللي هو لا كنت لو كملت لا والله كانت فعلا راحت تماما تمام، اللي هو لا كان شتان بين الشعر كده والشعر بعديها تمام. تمام. ممكن تقفي بالوصفه بالمنظر ده تمام. طب انا عاوزه ادعمها اكتر، انا عاوزه يا رشا ان انا مثلا خلال اسبوع شهر مثلا او حاجه لا اكون فعلا حرفيا وصلت لشعر الاطفال ده، او يكون بصيلات الشعر اتسدت تماما، فما استخدمش بقى ست ولا سويت ولا الجو ده ولا اي وسيله ازاله شعر، وتبقى الحياه عندي لطيفه. حضرتك في اوبشن بقى زياده اللي هو ليفل الوحش زي ما احنا متعودين مع بعض، اللي هو انك انت تحطي هنا شويه من زيت السعد. زيت السعد بيبقى بالمنظر ده، العلبه بس جايه عليها الوان وعامله زي المحروقه، بس انت لو دققتي فيها هتلاقي مكتوب هنا السعد. عملناه في البيت اهو، كل طريقه زيت السعد دي احنا عملناها في البيت من كام يوم، وكان يا غاليه هو ده تمام البطرمون ده. اللي عاوزه طريقه عمل زيت السعد تكتب لي في التعليقات ابعته لها، مفيش اسهل ولا ارخص من طريقته تمام، لا بتشتريه كده من عند العطار لا بتعمليه في البيت. تحطي لي من هنا كده غطا ولا حاجه تمام وتقلبي، عاوزه تمشي بالوصفه كده قشطه جدا. انا مش هضحك عليك انا لما جيت عملتها لنفسي ميه بملح ما كانش فيه فازلين كمان، ميه بملح لوحدها دي كانت تحفه، لكن هنا فازلين قلت لك علشان خاطر اللي هو منع الحكه منع الهرش ترطيب كمان للمنطقه والجو ده. بس طريقه استخدامها يبقى انا استخدمها اعملها كده، يا اما احط عليها معلقه من زيت السعد وديها تقليبه. بس طريقه استخدامها يا غاليه ليها طريقه استخدام معين، لازم عشان استخدم الوصفه دي وتجيب معايا نتيجه زي ما رشا بتقول فعلا، ابص الاقي بعد اسبوعين ثلاثه الشعر بقى خفيف، شهر ابص الاقي الشعر حرفيا ما بقاش يطلع كده، فحضرتك لازم تستخدميها بطريقه صح. اللي هو ازاي؟ ما ينفعش يكون بصيلات الشعر اوريدي فيها شعر فاروح مستخدماها، طب ما هي البصيله اوريدي فيها شعر، دي قفلتي بصيله ايه؟ ما هي اوريدي في شعر موجوده. امال بعمل ايه؟ بعمل حضرتك ازاله للشعر، ولازم تكون ازاله بالجذور، يعني اكون مثلا عامله حلاوه، اكون مثلا عامله شمعه، اكون مثلا شايله ببراون اي ازاله للشعر من جذره. بعد كده تاني يوم بقى من يوم الازاله بدهن بقى، بعد كل يوم مثلا اروح جايه كده مره ولا مرتين اخد بقى دي وادهنها مثلا على ايدي كلها على رجلي على كده اي مكان عندك فيه شعر تمام، وتسيبيها. هو اصلا مجرد ما انت تسيبيها تديكي ترطيب وكده كده مش هتحسي بيها، لا ده انا عايزه اغسلها يا رشا، يا ستي ساعه واغسليها. افضل استخدمه واستخدمه كل يوم كل يوم لحد ما احس ان بص الشعر بدا ينبت تاني، اروح سايباه لحد ما يطلع براحته اعمل له ازاله وارجع بعد كده اعمل الوصفه دي. للامانه زي ما احنا متعودين مع بعض مش وصفه وقتيه،
مش اللي انا مثلا عايزه حاجه وقتيه عمليا، الشمع بكام طريقه والشمع بدون قلم والحلاوه بدون قلم، كل ده هتلاقيه في ملف ازاله الشعر. لو انت عاوزه حاجه وقتيه هتلاقي وصفات للحاجه الوقتيه. لا، عاوزه حاجه بديل الليزر، عايزه حاجه ان انا فعلا انتهي بقى من مهزله ان انا كل شويه ازال الشعر ووجع دماغ عليكي وعلى الوصفه دي. نتيجتها تقريبا يعني شهرين كده، اللي هو من شهرين هبدا ان انا الاقي فعلا الشعر، مش اللي هو برده سحر اللي انا هستخدمها النهارده يوم اسبوع او حاجه، لا ما جابتش نتيجه. لا ده رشا بتقول اي كلام، لا حضرتك استمر عليها شهر شهرين هتلاقي فعلا، يعني شهر هتلاقي الشعر حرفيا بقى خفيف جدا، الشهر الثاني لا هتلاقي فعلا بصيلات الشعر حرفيا انت سديتيها او موتي بصيلات الشعر فبقى حلو قوي. تمام، جربيها مش هتخسري حاجه. وزي ما قلت لك، لو انت لا عاوزه اشيل الشعر من الجدر والجو ده بقى كل اسبوع اشيله من جدره والفرهده دي، فهتلاقي في ملف الشعر وصفات كتير، وبرده في وصفات كتير للحاجات اللي هي بتبقى بديل الليزر، لان ده يعني السائد دلوقتي والناس كلها بتشجع الحاجات اللي هي بتبقى بديل الليزر ديت. اتمنى اكون قدرت افيدكم يا اماراتي. ما تنسيش اللايك، واختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.